الجلسة ديال اليوم كيف ما تعلمون كان جلسة مخصصة للاستمرار في المرافعات باعتبار المحامي الذي كان يعني يقوم بهذه العملية في الجلستين الفارطتين. اليوم مرت الأمور بشكل عادي وبشكل سلس، وما أؤكد لكم أنه المرافعة تمت كما هو العادة في احترام تام للمتهم وللأطراف، والدليل على ذلك أنه لم يتم قطعها من طرف المتهم ولا من طرف الدفاع في أي لحظة. هذه النقطة الأساسية اللي بغيت ناكد عليها. المسألة الثانية اللي تتعلق بمضمون المرافعة، مضمون المرافعة يعني همنا يعني ينصب على مناقشة الجرائم اللي هي موضوع الاتهام. أكدنا على أساس أن النقاش المتعلق بالجريمة المتعلقة بالتجارة بالبشر واللي هي الأساس فيها هو الاستغلال يعني ديال الضحايا، لأنه العلة في التجريم في المادة 448 في فقرته الأولى أنه يتحدث عن الاستغلال، والاستغلال يعني ليس الاستغلال هكذا، وإنما الاستغلال الذي يكون نتيجته إهدار الكرامة الإنسانية، يعني التضييق على الحرية، منع الشخص من تغيير الحرية من تغيير وضعيته. ركزنا على الحالات الخاصة والمتعلقة بالهشاشة وبالضعف اللي تكبتها مجموعة من الضحايا واللي تأكدوا على أساس أنه تم استغلالها من طرف المتهم. ركزنا على ظروف تشديد اللي منصوص عليها في المادة 448 في الفقرة الثالثة والمتعلق بممارسة الجنس على أكثر من شخص في لحظة واحدة، على النقطة الأخرى المتعلقة بممارسة الجنس على امرأة حامل، على النقطة الأخرى المتعلقة بالتشهير والتي نعتقد أنها ظروف تشديد نص على المشرع وتشديد العقوبة. لنمر إلى النقطة الأخرى المتعلقة بجريمة هتك العرض، وأكدنا على يعني أوضحنا الصور المتعلقة بالضحيتين اللاتي كنا ضحية لها الجريمة. لنمر كذلك للجريمة المتعلقة بالاغتصاب، وعرضنا مجموعة من الحالات واللي تتهم هذه الجريمة وليتهم بالاساس احدى الضحايا التي اكدت على انها كانت ضحيه اغتصاب وسردت ذلك بتفصيل الممل امام المحكمه. لنمر الى النقطه الاخرى المتعلقه بالبغاء او ممارسه الفساد، واكدنا فيها بالخصوص على المقتضيات القانونيه التي تهم هذا المجال والتي تهم من يجبر شخص او يقوم بتجنيد او استدراج لممارسه هذا الفصل، واكدنا كذلك على مقتضيات الماده 499 اللي تتحدث بالخصوص على ظروف تشديد في هذا المجال واللي كتهم ان يتم ممارسة يعني الفساد او الدغاء او الدعارة او البغاء على شخص حامل او معروف حمله، بخصوصا انه في الملف سيدة كانت حامل، والفيديوهات اكدت انه ممارسة جنسية مست امرأة حامل، مما يجعلنا في صلب مقتضيات المادة 499 المتعلقة بممارسة الجنس على حامل، لنتحدث كذلك على التحرش الجنسي. وهذه كلها صور تتعلق بالشق المتعلق بالاستغلال الجنسي والجرائم الجنسية اللي هي موضوع المتابعة. في الاخير تنأكد لكم اننا ما قمنا به كان في اطار رساله الدفاع اللي احنا اليوم هنا من اجلها. نحن لسنا مع شخص او ضد شخص، نحن نؤدي رساله، قد نكون اليوم في هذه الضفه ونوجد غدا في الضفه الاخرى. حضرنا لاداء رسالتنا ونتمنى ان نكون قد اديناها في اطار الضوابط المهنيه المعمول بها، وان تبقى المحاماه شامخه عاليه مدافعه عن الحقوق سواء كانوا ضحايا او متهمين، لانه في المحصله نحن مساعدي العداله ناتي لاضاءه او لاناره المناطق المظلمة في بعض الملفات من أجل الوصول إلى الحقيقة القضائية، لأن الحقيقة أنا أقولها دائما، الحقيقة لا يعلمها إلا الأطراف، الله تبارك وتعالى هم التي يكونوا في هذه اللحظة. أما الحقيقة الأخرى نحن نمارس ونحتكم إلى حقيقة قضائية قد تسعفك الظروف والوسائل لإثباتها، وقد تأتي ظروف أخرى لتوصلك إلى أشياء أخرى غيرها. أما الحقيقة في معناها السامي ما يعلمها هو الضحايا المتهم وسيد ربي.